مساء الخير، أهلا بكم إلى نشرة أحوال الطقس المرتقبة اليوم الغد، حيث تستقر الأجواء خلال ظهيرة يوم الغد بكل المناطق الشمالية والجنوبية من البلاد. إلى ذلك الحين خلال الصباح ستعرف المناطق الشرقية بعض الاضطرابات الجوية، خاصة المدن الداخلية أجواء ممطرة ورعدية. إذن كميات معتبرة من الأمطار تشهدها مناطق الهضاب العليا الوسطى والشرقية، أجواء مغشة جزئيا بشمال الصحراء وسط الصحراء، وأجواء مستقرة بالنسبة لباقي ولايات الجنوب خلال الظهيرة. نفس الوضعية الجوية مساء يوم الغد، مستقرة تماما إلى مغشة جزئيا بسحب كثيفة وبدون فعالية على المدن الجنوبية حتى بالمناطق الشمالية. بالنسبة لدرجات الحرارة المسجلة صباحة يوم الغد بإذن الله إذا ستصل إلى 18 درجة بجزائر العاصمة بليدة بومرداس تيبازا حتى على وهران عندي مشن تشلف ومستغان، مسجل 16 بتلمسان 12 بالجلفة، 14 درجة بقسنطينة سطيف تبسة سوق هراس وبرج بوريلي، 17 بعنابة 25 بعين صالح، مسجل 22 بورق لو حسيم سوى 18 بتام راس 25 درجة ببرج بجي مختارة 23 بعين قزام. بالنسبة لي الظاهرة درجات الحرارة القصوى المسجلة ظاهرة يوم الغد تصل 120 درجة على سواحل الوسطى والغربية، 29 بتلمسان 22 بالجلفة 25 بقسنطينة 28 درجة بشمال الصحراء، مسجل 36 بعين صالح، 38 درجة على أدرار ورقان، مسجل 33 بتندوف حتى على تمناس إليزي وجرنات، 36 بعين قزام و37 درجة بمنطقة برج بجي مختار. بالنسبة لحالة البحر سيكون البحر عموما مستقر على طول الشريط الساحلي، الرياح راح تكون شرقية تماما على السواحل الوسطى والغربية إلى شمالية غربية. بالنسبة لأقصى السواحل الشرقية سرعة الرياح لن تتعدى 15 كيلومتر في الساعة. كالعادة نختم النشرة الجوية بالورقة الفلكية التي توضح لنا وقت شروق وغروب الشمس بالجزائر العاصمة وضواحيها لهذا الجمعة 14 من شهر أكتوبر 2022. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.